مرحبا، أنا الدكتور إسلام حمد، رئيس قسم الصيدلة في الجامعة الأمريكية في مادبة. إحنا بنهتم هون بالكواليتي مش بالكوانتيتي، هذا إشي كتير بهم الطالب أثناء التخصصات العلمية والعملية، تصنيع الدواء، تحضيره، الايدنتيفيكيشن، أشياء تانية. فالطالب لازم يحصل على فرصة الهاندزون اكسبيرينس بنسميها، اللي هي العمل، يعني الطالب على التجربة نفسها. بنهتم كتير بشخصية طالبنا، إنه نهيئه لسوق العمل مش بس أكاديميكلي، يعني مش بس بجهة أكاديمية. منها مثلا إنه الطالب كثير مطلوب منه مثلا فاينل كورس بروجكت، لمعظم الكورسات بيعمل بروجكت، بيشتغل تيم ورك، بيتعلم البرزنتيشن سكيلز، بيتعلم الكوميونيكيشن سكيلز. احنا احد مميزات كلية الصيدلة بالذات عندنا، يعني او قسم الصيدلة كلية العلوم الصحية، اللي هي الامبلويمنت ريت. الامبلويمنت ريت يعني لامست 95% اند اباف، يعني بتقدر تحكي عن معظم خريجينا لحد الان من 2011، يعني بلشنا نخرج ب 2016 2017، لحد الان تقدر تحكي يعني معظم خريجينا الحمد لله شغالين وباماكن الحمد لله يعني ممتازه. خريجينا ما شاء الله عليهم، اي وين مكان نفخر فيهم، وهم بيفخروا بالجامعه الامريكيه. واذا انت حابب يعني انه اذا الصيدليه شغفك وطموحك، فانت في المكان الصحيح.